الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة طبعا النادي الأهلي بينهي استعداداته لمواجهة أنفي بكرة إن شاء الله في المباراة اللي هتكون الساعة 6 مساء على ملعب بيترو سبورت. المباراة دي مؤجلة من الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز. النادي الأهلي بدأ النهاردة تدريبه الساعة 4 على ملعب مختار التتش، وكمان هيعلن بإسارة المدير الفني قائمة الفريق اللي هتواجه إن شاء الله أنفي بكرة بعد التدريب. وفي معانا كمان النهاردة خبر مهم جدا، وهو أن النادي الأهلي شكل هيئة طبية كاملة وتقريبا في كل التخصصات الخاصة بالنشاط الرياضي، وخصوصا طبعا أكيد كرة القدم، وده عشان يطوروا المنظومة الطبية في الفريق الأول لكرة القدم. وخلال حلقتنا بإذن الله هنناقش الكلام ده وهنعرف أكتر عن الموضوع ده، كمان هنناقش كل الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج، ويكون ضيفنا النهاردة أستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. وكالعادة هنبتدي معاكم حلقتنا بأهم العناوين. الخطيب يشكل هيئة لتطوير المنظومة الطبية في الأهلي. الأهلي من أفريقيا إلى سباق الدوري ويواجه أنفي غدا. الأهلي يتسلح بلمسات لاسارتي لمواصلة انطلاقته أمام أنفي. الأهلي يطمئن على ترتيبات السفر لتنزانيا. فبراير أخطر شهور السنة على الأهلي. جونيور أجاي الرحيل عن الأهلي ليس في حساباتي. وزارة الشباب والرياضة تعلن موقفها من إلغاء الدوري. من أهم العناوين لأهم أخبار النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام، الأهلي ينتشي بخماسية سيمبا التنزاني لاسارتي. بطولة أفريقيا لم تحسم بعد ومكاسبنا كبيرة من مواجهة سيمبا. يوسف يشيد بأداء لاعبيه والفريق يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لأنفي. الأخبار، الأهلي المتوهج أفريقيا يرسم فرحة على الجماهير. لاسارتي حققنا المطلوب في المباراة وأوسم حظوظ سيمبا في التأهل قائمة. أخبار الرياضة، الخروج سالمين أهم من الخماسية في سيمبا. الأهلي استعاد أسلحته التهديفية ويخطب الأميرة الأفريقية. المصري اليوم، الكبير كبير أفراح ومكافآت في الأهلي بعد الانفراد بصدارة المجموعة الأفريقية. لاسارتي يخشى الإرهاق قبل مواجهة أنفي. روزن يوسف، الأهلي على أعتاب حجز بطاقة التأهل في أفريقيا. التيكي تاكا وصلت مصر. الجمهورية، رقم تاريخي للشياطين في مرحلة المجموعات، الأحمر يحقق أكبر انتصار. وعقب الخماسية الأفريقية الأهلي يعين على الدوري. المساء، الأهلي من أفريقيا إلى سباق الدوري، الفريق يدخل معسكر مغلق استعدادا لأنفي وعودة فتحي للتدريبات. عبد الحفيظ الأداء يتحسن والخماسية خير دليل. مجلة الأهلي، 8 مباريات خلال 26 يوم، فبراير أخطر شهور السنة على الأهلي، 6 مباريات في الدوري ومباراتان في أفريقيا. الشروق، معلول يوافق على التجديد للأهلي، مكافآت إجادة بعد خماسية سيمبا التنزاني، تغييرات على تشكيل الفريق أمام أنفي. مجلة الأهلي، جونيور أجاي الرحيل عن الأهلي ليس في حساباتي، أعشق صناعة الأهداف وسعيد بثقة لاسارتي ويوسف. نروح مع حضرات كل تفاصيل أهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة، وهنبتديها من الأهرام اللي قالت أن الفريق هيدخل معسكر مغلق النهاردة استعدادا لمواجهة أنفي ضمن فعاليات مسابقة الدوري ممتاز. وبرغم ضيق الوقت فإن الجهاز الفني بيسعى لتجهيز اللعيبة بالصورة اللي تخليه قادر أنه يتجاوز المرحلة الصعبة اللي بيمر بها الفريق، وفي حالة من الارتياح الشديد جوه النادي الأهلي بعد الفوز الكبير على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
وده مش بسبب النتيجة الكبيرة بس، لكن السبب الرئيسي خروج المباراة من غير أي إصابات، بالإضافة لرجوع رامي ربيعة للمشاركة بعد سنة كاملة من الغياب، وكمان حسام عاشور، وكمان مشاركة محمود وحيد الظهير الأيسر للمرة الأولى بعد ما انضم للنادي الأهلي في انتقالات يناير. أما مجلة النادي الأهلي فاتكلمت في موضوع مهم جدا، وقالت إن شهر فبراير ده هو أقل شهور السنة من ناحية عدد الأيام، فهو طبعا 28 يوم بس. النادي الأهلي هيلعب خلال ال 28 يوم دول 6 مباريات في بطولة الدوري و2 في أفريقيا. هيكون شهر فبراير الحالي من أخطر شهور السنة بالنسبة للنادي الأهلي، لأنه نادي القرن بعد تحسن النتائج والأداء وبعد صفقات شهور السنة دي طبعا الجديدة اللي اتعملت بالملايين، وبعد جهاز فني جديد بيتطلع أكيد للمنافسة على بطولة الدوري المفضلة للاعبين ولإدارته وعشاقه في كل مكان، مهما كانت الظروف الصعبة والمعقدة بالنسبة للنادي الأهلي. أكيد النادي الأهلي يقدر يرجع أقوى، ومفيش شك أن تعادل نادي الزمالك كمان مع بيراميدز 3-3 فتح الطريق قدام النادي الأهلي بأمل كبير أن هو يحقق أهدافه. النادي الأهلي في بطولة الدوري ليه 4 ماتشات متأجلة عن بيراميدز، وبينهم 6 نقط طبعا فرق لصالح بيراميدز واللي معاه 39 نقطة من 20 مباراة. النادي الأهلي عنده 33 نقطة من 16 مباراة. معنى ده أن النادي الأهلي بمؤجلاته ما ينفعش يفرط في نقطة واحدة عشان يصعد للمركز الثاني وبرصيد 6 نقط أكتر من بيراميدز، لحد طبعا معاد مباراة الفريقين في نهاية شهر فبراير الحاسم. ومن هنا بتيجي طبعا خطورة مباريات شهر فبراير. أما بالنسبة لنادي الزمالك فبعد ما فاز الفريق الأهلي والزمالك في الجولة العشرين، النادي الأهلي فاز على وادي دجلة وكمان الزمالك فاز على المقصة، فالنادي الأهلي بيقل عن نادي الزمالك ب 12 نقطة. النادي الأهلي عنده ماتشين أقل من نادي الزمالك، يعني فوز النادي الأهلي بالمباراتين دول هيقلل الفرق ما بين الأهلي والزمالك لست نقط لمصلحة أكيد نادي الزمالك. وطبعا أكيد هيستمر حصد النقط لحد مباراة الفريقين اللي هتكون يوم 30 مارس اللي جاي. من هنا بقى وجب على النادي الأهلي ان هو ما يفرطش في اي نقطة ولا نقطة واحدة عشان يقدر يلحق نادي الزمالك، وبعد كده يكون طبعا لكل حادث حديد. كمان على المستوى الافريقي النادي الاهلي لعب قدام سيمبا فاز 5-0، وبعدها هيسافر وهيلعبه في تنزانيا، وبكده النادي الاهلي بيلعب خلال شهر فبراير 8 ماتشات في 26 يوم بس، بواقع كل 3 ايام ونص في مباراه للنادي الاهلي، بما فيهم طبعا السفر لدار السلام لمواجهه سيمبا بره ارض النادي الاهلي. وفي الشروق كان الكلام عن التجديد لعلي معلول، وقالت ان وافق علي معلول اللاعب التونسي لاعب النادي الاهلي والظهير الايسر للنادي الاهلي على فكره تمديد او تجديد عقده مع النادي خلال الفتره اللي جايه، خصوصا وان عقده الحالي بينتهي مع النادي الاهلي في نهايه الموسم اللي جاي. قالت الشروق ان سيد عبد الحفيظ مدير الكوره فتح اللاعب في الايام اللي فاتت دي في موضوع ان هو يجدد عقده مع النادي، وان اللاعب مرحب جدا بالموضوع، لكن ما تمش الاتفاق على اي حاجه لحد دلوقتي. وطبعا التفاصيل الخاصه دي هتكون معانا قريب باذن الله، وده طبعا بسبب ارتباط الفريق بمواجهات كتير جدا خلال الفتره الحاليه ما بين الارتباطات المحليه وكمان الارتباطات الافريقيه. كمان في النهايه بنختتم اخبارنا من الصحافه بمجله النادي الاهلي اللي نشرت حوار مع نجم النادي الاهلي جونيور اجاي، واللي قال فيه ان هو سعيد جدا برجوعه للمشاركه مع الفريق بانتظام بعد ما تم شفائه من الاصابه واللي كانت طبعا بعاده عن الملاعب لفتره طويله. قال ان هو ما كانش قلقان على قيده في القائمه المحليه او القائمه الافريقيه في الموسم ده، بس كانت المشكله في الميعاد اللي هتنتهي فيه امكانيه اضافه الاسامي، وان هو كان بيجاهد عشان يرجع بسرعه من الاصابه وطبعا يبان بمستوى كويس جدا عشان يقدر يلحق بالقيد المحلي والافريقي. قال كمان ان اكتر حاجه مخلياه سعيد هي ثقه لاسارتي ويوسف في قدراته الفنيه والبدنيه. اكد كمان اجاي ان الموسم الحالي موسم صعب، لكن النادي الاهلي دايما هو المرشح الاول والاقوى للفوز بالبطوله المحليه، وان كل لاعب في النادي الاهلي بيبذل اقصى جهد عنده عشان يحافظ على لقب الدوري الممتاز. وعن بطوله دوري ابطال افريقيا فقال ان النادي الاهلي بيلعب للفوز في اي بطوله بيشارك فيها، وعندنا جهاز فني على مستوى
ممتاز، والتدعيمات اللي حصلت في يناير ادت الفريق قوه كبيره وفرصتنا لتحقيق اللقب كبيره. وقال كمان انه على المستوى الشخصي واثق من تحقيق اللقب، وانهى اجاي حواره مع مجله النادي الاهلي وقال ان هو مش بيفكر ان هو يسيب النادي الاهلي في المرحله الحاليه، وان كل تركيزه ان هو يحقق مستوى عالي جدا ويحقق البطولات مع فريق النادي الاهلي. ومن أخبار النادي الأهلي في الصحافة نروح نشوف أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي الخطيب يشكل هيئة لتطوير المنظومة الطبية في الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يطمئن على ترتيبات السفر لتنزانيا. بوابة أخبار اليوم، عدلي يسبق بعثة الأهلي قبل مواجهة سيمبا. يلا كورة، عبد الحفيظ، الأهلي تحمل الكثير لا أثير التعصب، نطالب بحقوقنا ونتمسك بالنظام. اليوم السابع، الأهلي يحدد مراحل علاج أزارو من إصابة الضمة. مروان محسن ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي. الأهلي يعلن موعد عودة أحمد فتحي للمران الجماعي. الأهلي يتسلح بلمسات لاسارتي لمواصلة انطلاقته أمام إنبي. الموقع الرسمي للأهلي، الأهلي يبحث ترتيبات حضور الجماهير لمباريات بطولة إفريقيا للسلة. هنبتدي أخبارنا الخاصة بالنادي الأهلي من على مواقع الإنترنت، من الموقع الرسمي للنادي الأهلي، ونتكلم في موضوع أكيد مهم جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وعشاء النادي الأهلي. قال إن قرر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إن هو يشكل هيئة طبية خاصة برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، كبير أطباء العظام في مصر وفي العالم كله، وعضوية كل من الدكتور ياسر المديجي أستاذ إصابات الكتف، والدكتور أحمد خليف أستاذ إصابات الكاحل، وبينضم ليهم أستاذ قلب وأوعية دموية، وده عشان يتم تطوير المنظومة الطبية في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. طبعا جه بعد دراسة ظاهرة الإصابات المتكررة، واجتماع كابتن محمود الخطيب مع المدير الفني للنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكورة أكتر من مرة، وبحث الأمر مع الجهاز الطبي والعديد من المتخصصين في مجال إصابات الملاعب والتأهيل، وتبين إن تلاحم المواسم بالنسبة لفريق النادي الأهلي بسبب طبعا مشاركاته المتعددة محليا وقاريا وعدم وجود وقت كافي للراحة ولفترة إعداد كان سبب أو كان أبرز الأسباب الخاصة بالإصابات المتعددة للاعبي النادي الأهلي ما بين فترة والتانية. وعلي فاجي قرار رئيس نادي الأهلي بتشكيل هيئة أو هيئة طبية للإصابات، هيئة رفيعة المستوى بتضم العديد من الأساتذة في تلك التخصصات، وبتقوم بتشخيص الإصابات بالتنسيق الكامل مع الجهاز الطبي واللي بيقوم بمهمته على أكمل وجه، وهتكون طبعا في رعاية متكاملة للعيبة المصابين من كافة الاتجاهات، بما يضمن طبعا عدم تكرار الإصابات وتقليص فترة العلاج. وحرص كابتن محمود الخطيب على الاجتماع النهاردة مع الهيئة الطبية في حضور كابتن سيد عبد الحفيظ ومارتين الأسارتي ودكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، وده عشان يحطوا آلية يشتغلوا من خلالها في المرحلة اللي جاية بما يحقق الأهداف المرجوة ويوفر للفريق كمان الحماية الطبية والتأهيل المتميز للمصابين. من جانب آخر قال كابتن سيد عبد الحفيظ إن كابتن محمود الخطيب بيدرس ظاهرة الإصابات من فترة طويلة، وكان هو حريص جدا إن هو يسمع للعديد من المختصين، واجتمع مع الجهاز الطبي أكتر من مرة عشان يناقش الملف ده واتكلم مع الأسارتي، وكان الهدف من ده هو طبعا اتخاذ القرار اللي بيضمن تطوير المنظومة الطبية والعلاج الطبيعي بما يتماشى مع طموحات النادي الأهلي على كافة المستويات. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اجرى العديد من الاتصالات الهاتفيه خلال الساعات اللي فاتت مع السفاره المصريه في تنزانيا عشان يطمن على كل الترتيبات الخاصه برحله الفريق المرتقبه لتنزانيا لمواجهه سيمبا، المواجهه المحدده ليها يوم 12 فبراير الجاري في الجوله الرابعه من منافسات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. تواصل مرتجي هاتفيا مع السفير محمد جابر ابو الوفا سفير مصر في تنزانيا عشان يطمن
يطمن على كل الأمور المتعلقة برحلة النادي الأهلي وبإقامة البعثة وغيرها من الأمور المرتبطة برحلة الفريق المرتقبة. وكمان من جهة تانية كتب سمير عدلي المدير الإداري في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي من اتصالاته مع السفارة المصرية في دار السلام في العاصمة التنزانية ومسؤولي نادي سيمبا عشان يرتبوا كل الأمور الخاصة برحلة النادي الأهلي. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن قرر سمير عدلي المدير الإداري في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي أنه يسبق بعثة الفريق لتنزانيا يوم الجمعة اللي جاية عشان يرتب كل الأمور المتعلقة بإقامة البعثة ويطمئن على فندق الإقامة وملاعب التدريب. وحدد كمان الجهاز الفني يوم السبت اللي جاي معاد للسفر لتنزانيا عشان يخوضوا مواجهة سيمبا التنزاني ولا تقام يوم 12 فبراير الشهر اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي في اطار طبعا منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بيتصدر النادي الاهلي مجموعته الرابعة في دور المجموعات وبرصيد 7 نقط بعد ما فاز على بيتكلا بالكونغولي والسيمبا التنزاني وتعادل قصاد شبيبة الثورة الجزائري في مواجهات الدور الاول من منافسات دور المجموعات. موقع كمان يلا كورة قال ان سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في النادي الاهلي قال انه لا يثير التعصب او يفتعل ازمات في الوسط الرياضي في مصر وقال كمان ان هو بيطالب بس بحقوق ناديه. وقال عبد الحفيظ في تصريحات ليه النهاردة ما اصرح به في وسائل الاعلام مجرد تساؤلات وحقائق لا اثير اي تعصب هذا التفسير مرفوض تماما وفي النهاية من حق البحث عن حقوق النادي الذي انتمي اليه. وقال كمان من حق اي شخص البحث عن مصلحة ناديه الاهلي دائما يلتزم بأي قرار ونظام واختار يخص المسابقات. نحن لعبنا مباراة افريقيا يوم السبت سنلعب امام انفي والحرس الثلاثاء والجمعة ثم نطير لتنزانيا وشدد 4 مباريات في عدد ايام قليل هذا امر صعب لكن لم نشتكي وفي نفس الوقت النادي الاهلي بيبحث عن حقوقه ولن يتنازل عنها. النادي الاهلي دائما يستمع للحلول لكن ايضا هناك تمسك بالنظام الخاص بالمسابقة الذي تم ابلاغه لجميع الاندية. وقال كمان بالطبع هناك إصرار على استكمال المسابقة وفقا للنظام المعلن للجميع. وقال كمان في ختام تصريحاته النادي الأهلي إن شاء الله بطل لمسابقة الدوري التاريخ شاهد على ظروف أصعب من ظروفنا الحالية ونجحنا في تجاوزها أثق في قدرتنا على حسم اللقب في نهاية المشوار. كمان اليوم السابع قال ان قطع وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي شوط كبير في طريق العوده من جديد للمشاركه في التمرين الجماعي والاستعداد للدخول في المباريات الرسميه بعد ما بعتده اصابه العضله الضمه عن المشاركه الجماعيه وغاب عن المواجهات الاخيره مع الفريق. واكد الجهاز الطبي في النادي الاهلي ان ازارو هيرجع للمشاركه في التمرين الجماعي بعد مباراه سيمبا واللي بتقام في تنزانيا يوم 12 فبراير الجاري في رابع جولات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بيخوض ازارو المرحله الاخيره من التاهيل تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل في النادي وبدا اللاعب ان هو ينفذ تدريبات بالكوره. كمان فيتو قالت ان بدا مروان محسن مهاجم الفريق الاول لكره القدم في الاهلي ان هو ينفذ المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي على ان يعود للمشاركه في التمرين الجماعي للفريق في نهايه الاسبوع الجاري. حرص خالد محمود طبيب الفريق على متابعه حاله مروان محسن في التمرين التاهيلي امبارح واللي خاض تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. كمان اطمن على تحسن حاله اللاعب وكان طبيب النادي الاهلي اكد قبل كده انه مش هيستعجل في الدفع بمروان محسن في التدريبات إلا بعد اكتمال جاهزيته بشكل نهائي بعد ما تعرض لإصابة في العضلة الأمامية. أدى مروان محسن تدريبات قوية ضمن برنامجه العلاجي واشتملت على جانب بدني وتمرين بالكرة. أما الوفد فقالت أن بيعود أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي للمشاركة في التمرين الجماعي خلال الأسبوع الجاري بعد استكمال البرنامج التأهيلي واللي بيخضع عليه في ملعب مختار التتش. بدأ أحمد فتحي في الجري حوالين الملعب في خطوة جديدة ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي بالإضافة للتدريبات في الجيم واللي بيأديها بشكل منتظم جوه النادي الأهلي وبقى قريب جدا من المشاركة في التمرين الجماعي وفقا لما أكده مدير الكورة في النادي الأهلي. اتعرض أحمد فتحي لإصابة
اصابه في العضله الاماميه خلال مشاركته في مباراه الداخليه في الدوري المصري، وبقى قريب جدا دلوقتي من المشاركه في التدريبات الجماعيه يمكن في غضون 4 أيام. موقع كورة كمان قال إنه بيخوض النادي الأهلي اختبار جديد في الدوري المصري لما بيحل ضيف على أنفي بكرة يوم الثلاث في اللقاء المؤجل من الجولة 13 للبطولة على ملعب باترو سبورت، وبيسعى النادي الأهلي لمواصلة مشوار الانتصارات بعد ما حقق الفوز في 3 مباريات متتالية مع مدربه الأوروغواياني مارتين لاسارتي على حساب سموحة ومصر المقصة ووادي دجلة بعد الخسارة في أول لقاء قصاد بيراميدز. بيأمل النادي الأهلي في استمرار الانتصارات وبيحتل دلوقتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 33 نقطة ورا بيراميدز الثاني برصيد 39 نقطة، وأكيد بيدور عن ملاحقة نادي الزمالك صاحب الصدارة برصيد 45 نقطة. بيتسلح النادي الأهلي بلمسات مدربه واللي نجح في إعادة الكرة الجميلة للفريق الأحمر، فبرغم الغيابات اللي بتضرب صفوف النادي الأهلي بسبب كثرة الإصابات إلا أن لاسارتي أحدث طفرة فنية خاصة في التمريرات المتبادلة والاستحواذ. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمباريات المجموعة الثالثة من دور الـ16 لبطولة أفريقيا للسلة قال إن في تواصل مستمر مع الجهات الأمنية للتنسيق في حضور الجماهير خلال مباريات البطولة واللي بتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة خلال أيام من 8 ل10 فبراير الجاري. قال كمان إن النادي حريص على تواجد الجماهير لنجاح تنظيم مباريات المرحلة المهمة من البطولة ودعم الفريق، خصوصا طبعا أن النادي الأهلي بيشارك في البطولة ممثل عن مصر ومحتاج طبعا لتواجد الجمهور لاستكمال المشوار نحو لقب البطولة. وقال كمان أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب حريص جدا على نجاح التنظيم واللي بيعزز من مكانة مصر الرياضية على الصعيد الخارجي، وكمان دعم الفريق الأول لكرة السلة في النادي للمنافسة بقوة على التتويج بلقب البطولة. بيشارك الفريق الأول لكرة السلة رجال في النادي الأهلي في المجموعة الثالثة واللي بتضم فريق أول أغسطس الأنجولي بطل رواندا وكمان فريق راج وفيروفيرا وفريق كمان أو هو فيروفيرا ده فريق موزمبيق، ومن المتوقع أن هو يوصل الفريق يوم 6 و7 فبراير، وهتقام المباريات بعد كده في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف زميلنا مراسل قناة النادي الأهلي فايز مجدي من تدريب النادي الأهلي اللي أقيم النهاردة أو اللي كان المفروض يقام الساعة 4 مساء، نتأكد منه عن كواليس آخر اللي بيحصل دلوقتي في التدريب. مساء الخير عليك يا فايز، وعايزاك تطمني على تدريب النادي الأهلي، هل فعلا ابتديته الساعة 4 مساء النهاردة؟ واضح ان احنا عندنا مشكله في الاتصال. طيب مساء الخير عليك فايز. طيب نطلع لفاصل سريع مشاهدينا ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. لكن قبل ما نروح نشوف الاخبار المحليه والعالميه، الاول نروح لزميلنا فايز مجدي مراسل قناة النادي الأهلي متواجد حاليا في تدريب النادي الأهلي في او على ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. مساء الخير عليك يا فايز. مساء الخير عليك يا شيما، واهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، وعايز اعرف منك اخر اخبار وكواليس فريقنا النهارده طبعا التدريب الاخير استعدادا لمباراه انفي بكره على ملعب باترو سبورت الساعه 6 مساء الجوله 13 المؤجله من الدوري المصري الممتاز. عايزك طبعا تطمني على حاله الفريق وعلى ابرز اللي حصل النهارده في التدريب.
زي ما انت كده قلتي، ابتدى ان شاء الله المران النهارده اليوم في تمام الساعه 4 استعداداً لمواجهه انبي غدا على استاد بترو سبورت في تمام الساعه 6، وهي مباراه مؤجله من جوله 13 من الدوري الممتاز. وابتدى المران بمحاضره طبعا في منتصف الملعب لمده 5 دقائق، ثم تمرينات بدنيه لمده 10 دقائق، ثم تقسيم الفريق الى مجموعتين، مجموعه القوام الاساسي مع المدير الفني لاسارتي، والمجموعه الثانيه مع اليخاندرو مدرب الاحمال. واعتمد المدير الفني لاسارتي في مران اليوم على الناحية الفنية من باص سريع بالكرة والتحرك في المساحات الضيقة والشوط خارج منطقة الجزاء، ودي طريقة اللي بيعتمد عليها لاسارتي كما ظهر في المباريات السابقة. وكان وليد أزهر ومروان محسن بيتدربوا منفردين تمرينات تأهيلية بالكرة مع الكابتن حسين عبد الدايم، وكان ياسر إبراهيم يتدرب منفردا مع الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. وانتهى المران في تمام الخامسة والرابعة، وفي مع نهاية المران يدخل الفريق معسكر مغلق يستعرض فيها محاضرة فنية بالفيديو استعدادا لمباراة انبي غدا في تمام الساعة 6. وزي ما قلت لك امس يا شيما ان الكابتن سيد عبد الحفيظ اصدر قرار بعدم خروج اي تصريح الا من خلاله، فتواصلنا معه وطمنا على المصابين. احمد فتحي ان شاء الله يكون جاهز للمران الجماعي في خلال 3 ايام، واكتفى اليوم بالجري حول الملعب. ومروان محسن على اخر الاسبوع ان شاء الله يكون جاهز، ووليد ازارو يكون جاهز بعد رجوعه من تنزانيا باذن الله. ان شاء الله. بشكرك جدا زميلنا فايز مجدي مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد حاليا في تدريب النادي الاهلي اللي ابتدى الساعه 4 عصرا، هو ده التدريب الاخير قبل مواجهه انفي بكره ان شاء الله الساعه 6 مساء على ملعب فيتو سبورت في المباراه المؤجله من الجوله 13. كل مباراه مؤجله او مباراه جايه قصادنا ان شاء الله في الدوري المصري ممتاز، مهمه جدا حصد الثلاث نقاط اهم حاجه عندنا في الفتره اللي جايه عشان نقدر طبعا نستعيد اللقب بتاعنا، واحنا طبعا الفريق حامل اللقب في المواسم الماضيه. نرجع مره ثانيه بقى ونروح لاخبارنا المحليه واخبارنا العالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج، وهنبتدي باهم العناوين. بوابه الاهرام، وزاره الشباب والرياضه تعلن موقفها من الغاء الدوري. الجمهورية أونلاين، عصام عبد الفتاح إلغاء الدوري كارثة. بوابة الشروق، لجنة التفتيش بالاتحاد الأفريقي تعاين استاد السويس استعدادا لكأس إفريقيا. اليوم السابع ثروة سويلة، مباراة الأهلي والزمالك في الدوري على استاد برج العرب. الفجر الرياضي، الجبلاية لا يمكن استبدال مباراة الأهلي وبيراميدز بقمة القطبين. مبتدأ، طائرة خاصة لنقل المنتخب في رحلة النيجر ونيجيريا. بوابة فيتو، منتخب الشباب يطلب إقامة ودياته الدولية بحضور جماهيري. في الجول، صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري في يناير من رابطة المحترفين. بوابة أخبار اليوم، الليلة ليفربول صلاح ضيف على ويست هام للإبتعاد بقمة البريمير ليج. سوبر كور، المنتخب يراقب كوكا ووردة وشيكابالا قبل معسكر مارس. صدى البلد، مدرب منتخب مصر عواد حارس مرمى الوحدة السعودي يقدم أداء رائع. يلا كورة، احتمال العثور على الجثث قائم، تفاصيل جديدة في حادث تحطم طائرة سالا. وان تري، والد سالا بعد العثور على حطام الطائرة الشعور باليأس. كاس بالعربي، كلاسيكو الأرض، ميسي مهدد بالغياب أمام ريال مدريد في كأس الملك. بطولات، صحيفة كتالونية، دي ليخت ينتظر برشلونة والأخير لن يتسرع. يورو سبورت عربية، كورتوا يبدي تخوفه من الكلاسيكو وينهال بالمديح على فينيسيوس. سبورت 360، صفعة للإنتر، مودريتش يريد البقاء في ريال مدريد. كورة، أمري يطالب الأرسنال بمزاحمة برشلونة. جول، ليفربول يفقد جوميز لفترة طويلة واللاعب يخضع للجراحة. مشاهدينا، وعدنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. كان
سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم لاهم الاخبار المحليه، ونبتديها من بوابه الاهرام اللي قالت ان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قال ان هو بيرفض تماما مناقشه فكره الغاء الدوري العام. واكد كمان دكتور اشرف صبحي في تصريحات اذاعيه ارفض تماما فكره الغاء الدوري العام هذا الموسم بسبب تنظيم كاس الامم الافريقيه، وقال ان في عقد رعايه لاتحاد الكره المصري والانديه الدوري الممتاز، وفي حاله الغاء المسابقه هيتطلب على الاتحاد والانديه دفع شروط جزائيه اللي موجوده طبعا في عقود الرعايه. كمان الجمهورية أونلاين قالت أن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة الحكام أكد رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة في استكمال مسابقة الدوري الممتاز لحد نهايتها. وقال كمان عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية أن إلغاء الدوري ده هيكون كارثة بنسبة 100%، والبعض يروج أن اتحاد الكرة عايز ده، وأكد أن الكلام ده غير صحيح بالمرة، وأن إلغاء الدوري هيؤدي لخسائر بالجملة لاتحاد الكرة. كمان بوابة الشروق قالت ان لجنة التفتيش في الاتحاد الافريقي لكرة القدم تفقدت استاد السويس النهارده الصبح يوم الاثنين في اول زيارة رسمية، وده على هامش الاستعداد لكأس الامم الافريقية 2019. كانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اختارت مصر لتنظيم امم افريقيا 2019 بعد ما تم سحب التنظيم من الكاميرون، وتعد دي الزيارة الثانية لوفد الكاف لملاعب امم افريقيا. كان في طبعا من يومين وفد زار استاد القاهرة الدولي. كمان اليوم السابع قالت ان اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اعلن عن اقامة مباراة الاهلي والزمالك على ذهابا وايابا في مسابقة الدوري العام في الموسم الحالي على استاد برج العرب في اسكندرية. قال سويلم في تصريحات خاصة لليوم السابع ان استاد برج العرب هيستضيف مباراة النادي الاهلي والزمالك، وكمان تم الاتفاق عليه بداية من الموسم الحالي، وهيتحدد موقف الجمهور قبل الماتشين وفقا طبعا لرؤية الجهات الامنية. كمان نادي الزمالك هيواجه الأهلي يوم 30 مارس اللي جاي في المباراة المتأجلة من الأسبوع 17 في الدوري الممتاز. الفجر الرياضي كمان قال ان عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره كشف عن موقفه في فكره استبدال مباراه الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري في مباراه الزمالك والاهلي عشان تقام يوم 28 فبراير الجاري. وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونيه اقامه مباراه الزمالك والاهلي يوم 28 فبراير الجاري بدل من لقاء الاهلي وبيراميدز لن يكون مريح لنادي الزمالك بسبب ارتباطات الفريق في البطوله الكونفدراليه، والمفروض انه هيواجه نادي الزمالك باتشو أتلتيكو في القاهرة يوم 24 فبراير قبل ما يواجه في أنجولا يوم 3 مارس مرة تانية نفس الفريق، أي بعد 4 أيام من التاريخ المقترح. كمان مبتدا قالت ان الاتحاد المصري لكره القدم خاطب النهارده يوم الاثنين احدى الشركات الوطنيه لتوفير طياره خاصه تقل الفراعنه في رحله النيجر ونيجيريا في مارس اللي جاي. كمان طلب خافيار اجاري المدير الفني للفراعنه توفير طياره خاصه للمنتخب الوطني عشان ما يتعرضش اللعيبه للاجهاد، وبيواجه اكيد منتخب الفراعنه نظيره النيجر يوم 22 مارس اللي جاي في الجوله الاخيره لتصفيات امم افريقيا 2019 واللي بتستضيفها مصر. بعد كده هيتوجه لنيجيريا عشان يخوض مباراه وديه امام منتخب النسور يوم 26 من نفس الشهر. كان منتخب مصر وتونس حسموا بطاقه التاهل عن المجموعه العاشره في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2019 واللي بتستضيفها مصر، وهتنطلق يوم 21 يونيو. كمان بوابة فيتو قالت ان الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين طلب اقامة مباريات الفريق الودية في الفترة اللي جاية بحضور الجماهير عشان يعتاد اللعيبة على اللعب تحت الضغط الجماهيري. طلب ياسين اقامة مباريات بطولة شمال افريقيا والمقرر اقامتها في مصر في مطلع ابريل اللي جاي في استاد اسكندرية او استاد الماكس بدل من اقامتها في الملعب الفرعي في استاد برج العرب عشان يضمن الحضور الجماهيري. بتشهد البطولة مشاركة 6 منتخبات
حتى هي مصر البلد المضيف، إلى جانب طبعا دول الشمال الأفريقي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب بالإضافة للسودان. وبيستعد منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة المدير الفني ربيع ياسين للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب 2021 واللي بتستضيفها موريتانيا. من المقرر أن يخوض المنتخب المصري أولى مبارياته الرسمية في التصفيات في منتصف العام المقبل. كمان موقع في الجول قال ان النجم المصري محمد صلاح توج بجائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز خلال شهر يناير، واللي بتمنحها رابطه اللعيبه المحترفين في انجلترا. نافس هداف ليفربول ثلاث لعيبه من مانشستر يونايتد، هم ديفيد دخيا الحارس المتالق، بول بوجبا لاعب وسط، وماركوس راشفورد واللي قدم طبعا اداء استثنائي في الشهر الاول من العام الجاري، وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، وتشاردني لاعب واتفورد، نفسه برضه محمد صلاح على نفس الجائزة. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن نادي ليفربول الإنجليزي واللي بيضم النجم المصري محمد صلاح بيحل ضيف ثقيل على ويست هام يونايتد مساء اليوم النهاردة الاثنين ضمن منافسات الجولة 25 من البريمير ليج. وعلى ملعب لندن الأولمبي بيسعى أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقط من عقر دار ويست هام يونايتد، من أجل طبعا تعويض تعثر الجولة اللي فاتت بعد التعادل أمام ليستر سيتي بهدف لمثله. بيأمل الريدز في توسيع الفارق ما بينه وما بين الوصيف مانشستر سيتي لخمس نقط بعد فوز الأخير على الأرسنال بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة اللي أقيمت امبارح يوم الأحد. بتصدر دلوقتي ليفربول جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 61 نقطة، بيجي وراه على طول مانشستر سيتي ب 59 نقطة، كمان بيحتل ويست هام يونايتد المركز ال 12 برصيد 31 نقطة. موقع سوبر كورة كمان قال ان المكسيكي خافيار أجاري المدير الفني لمنتخبنا الوطني كلف هاني رمزي مدرب مساعد المنتخب بالسفر لليونان خلال الايام اللي جاية لمتابعة اللعيبة المصريين المحترفين هناك. بيشارك احمد حسن كوكا مع فريق اولمبياكوس اليوناني، وعمر وردة مع تراميتوس اليوناني، وشيكيبالا مع اوبولون اليوناني. بيتواجد دلوقتي تيتو مدرب عام المنتخب في قطر عشان يشوف بعض اللعيبة، وكمان سافر احمد ناجي للسعودية من فترة، وجد برضو أحد أعضاء الجهاز في تركيا لمتابعة تريزيجي وكريم حافظ. كمان صدى البلد قالت أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني أبدى سعادته بمستوى محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي، وأكد أنه بيقدم أداء رائع وساعد فريقه بشكل كبير في الموسم الحالي. قال كمان ناجي في تصريحات إذاعية: اقتربت من عواد بشكل كبير وتابعته في التدريبات والمباريات، وتحدثت مع مدرب الفريق السعودي وأكد لي قوة مستوى عواد في المباريات والتزامه بالتدريب. وقال كمان عواد أصبح عماد الفريق السعودي، وقال كمان إن هو إضافة كبيرة والدليل هو مركز الوحدة في جدول ترتيب الدوري السعودي، والفضل الأكبر بيرجع للحارس ولبراعته وتركيزه في مشواره فقط. وقال كمان ناجي في تصريحاته: عواد أصبح حارس محترف كبير في الدوري السعودي، ومن اقترب منه يجد التزامه وسعيه وراء تحقيق أفضل مستوى من خلال التدريبات الإضافية. كمان يلا كورة قالت أن صحيفة الميرور البريطانية كشفت عن تفاصيل جديدة في حادث تحطم الطائرة واللي كانت بتقل المهاجم الأرجنتيني سالا من فرنسا لإنجلترا. أشارت إلى أن المحققون ما زالوا يواجهون عقبات كبيرة في معرفة ما حدث للطائرة المفقودة، وقد تم العثور على حطام الطائرة اللي كانت بتحمل اللاعب الأرجنتيني، والطيارة طبعا وقعت في قاع البحر زي ما عرفنا. وأوضحت الصحيفة أنه حتى إذا تمكن المحققون من تحليل حطام الطائرة عن قرب فقد لا يتم الوصول للأسباب اللي أدت لسقوطها. وقالت كمان أنه لا يزال هناك احتمال بأن يتم العثور على الجثث بين الحطام. كمان موقع وان ثري قال ان والد اللاعب الارجنتيني سالا اعرب عن شعوره باليأس بعد ما تم العثور امس على بعض حطام الطائره واللي كانت بتقل نجله وتم العثور على الحطام،
في قاع البحر. وقال كمان والد اللاعب في تصريحات تلفزيونية: لا يمكنني أن أصدق هذا، أشعر بيأس شديد، زوجتي وأبنائي وبعض من أصدقاء صالة موجودون هناك، لم أتواصل مع أحد منهم. وتم العثور على حطام الطائرة من خلال عملية بحث قامت بها عائلة صالة على نفقتها الخاصة بمشاركة المئات من المتبرعين ومساعدة وزارة الدفاع البريطانية. كمان الطائرة اللي كانت بتقل صالة بعد توقيعه للانضمام لكارديف سيتي اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها للمونش في يوم 21 يناير اللي فات. كمان آس العربي بتقول أن برشلونة سيخوض مواجهة قوية بعد غد يوم الأربعاء اللي جاي قصاد ريال مدريد على ملعب الكامب نو ضمن منافسات ذهاب نص نهائي كأس ملك أسبانيا. ميسي ممكن يغيب عن المشاركة، تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لضربة قوية في الفخذ الأيمن في المباراة اللي أقيمت يوم السبت اللي فات على ملعب الكامب نو أمام فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الليغا الأسبانية، واللي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهم. وبعد تعرض اللاعب للضربة خرج من ملعب اللقاء والأطباء عملوا له بعض الإجراءات الخاصة بالتدليك في منطقة الألم، وبعدها رجع اللاعب لأرض الملعب، وبعد كده لم يتمكن أن هو يقدم أداءه المعتاد. وفور أن انتهت المباراة أجرى أطباء الفريق فحوصات مبدئية على اللاعب، واللي كشفت أن هو بيعاني من كدمة وبعض الألم فقط، وهيخضع النهاردة يوم الاثنين لفحوصات طبية نهائية على مكان الضربة المعروفة عندهم، وعشان يعرفوا طبعا مدى جاهزية المشاركة قصاد ريال مدريد يوم الأربعاء اللي جاي ضمن منافسات ذهاب نص نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا. وفقا لصحيفة آس الأسبانية فليونيل ميسي وصل لمدينة أو المدينة الرياضية النهاردة هو بيعاني من بعض الآلام، وده اللي بيشير لاحتمالية غياب اللاعب عن المشاركة في مواجهة يوم الأربعاء اللي جاي قصاد ريال مدريد. كمان موقع بطولات آلان ماتيس دلخت مدافع نادي آيكس أمستردام الهولندي بينتظر تحرك من برشلونة خلال الأسابيع اللي جاية رسميا عشان يتضم للفريق في الميركاتو الصيفي. أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أنه على الرغم من تلقي اللاعب الهولندي للعديد من العروض من قبل الأندية الأوروبية الكبرى، لكنه لم يحسم مصيره بعد، ورغبته الأولى هي الانتقال للكامب نو، لكن هناك شعار لدى إدارة برشلونة الفنية تجاه تلك الصفقة وهو عدم التسرع، خصوصا في حالة التعامل مع وكيله الإيطالي مينو رايولا. رايولا طلب الحصول على 10 مليون يورو عمولة بس عشان يسهل انتقال الهولندي الشاب للنادي الكتالوني، وده اللي بيرفضه الأخير ان هم ينفذوا او نادي برشلونه، وقد يجمد اهتمام برشلونه في النهايه. المحت كمان الصحيفه ان الصفقه الهولنديه ممكن تكلف برشلونه في الميركاتو الصيفي 75 مليون يورو مع مبلغ متغير بنفس طريقه انتقال ديونج. سبورت العربية كمان قالت أن الحارس الدولي البلجيكي كورتوا تكلم مع وسائل الإعلام الأسبانية بعد فوز فريقه ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس بثلاث أهداف نظيفة لحساب الجولة رقم 22 من الليغا الأسبانية واللي أقيمت امبارح يوم الأحد. قال كورتوا: نحن نعيش لحظات جيدة مع المستوى الفني، تمكنا من الفوز في المباريات على التوالي، لكن كان الأمر معقد عندما يتقدم الخصم أمامنا في النتيجة، لكن الآن نحن أكثر صلابة وهدفنا كان الخروج بصفر أهداف مستقبلة. هكذا بدأ كورتوا حديثه. وقال كمان على الكلاسيكو: سيكون من الصعب مواجهة برشلونة، لكن هذه المباراة دائما ما تكون عظيمة بالنسبة لأتلتيكو مدريد، فكما قلت دوما أنني قضيت هناك 3 سنوات رائعة وحاربت لأجل كل شيء، سأكون شاكرا لهم أبدا، ينبغي أن نقدم مباراة كبيرة أمامهم. وعن زميله الشاب جونيور: لم أرى لاعبا بهذا العمر وهذا الأداء منذ إيدن هازارد عندما كان لاعبا في لالا الفرنسي، ولا أريد التحدث حول تعاقد ريال مدريد مع هازارد.
سبورت 360 نقلت عن صحيفة أس الأسبانية اللي كشفت أن إدارة نادي ريال مدريد عندها رغبة في الاستمرار النجم الكرواتي لوكا مودريتش حتى يحين موعد اعتزال كرة القدم. يبدو أن اللاعب هيوافق على البقاء والاستغناء عن فكرة الانضمام لصفوف أنتر ميلان الإيطالي. ارتبط اسم لوكا مودريتش بالانتقال للعبة في فريق أنتر ميلان في الصيف اللي جاي، وأكدت الصحف الإيطالية طول الشهور اللي فاتت ان النجم الكرواتي هينتقل لروما او عفوا للانتر في الصيف اللي جاي، لكن قالت الصحيفه بان اداره ريال مدريد نجحت في اقناع لوكا مودريتش ان هو يستمر مع ريال مدريد، ودلوقتي النادي بيعمل على تجديد وتحسين عقد اللاعب في العام القادم عشان يعتزل جوه جدران النادي الملكي. وقالت كمان الصحيفه الاسبانيه ان بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني امر بتجديد عقد لوكا مودريتش وزياده راتبه السنوي، هينتهي عقده في صيف سنة 2020 وهيتم تمديده لمدة موسم أو اثنين، وبكده بيعتزل النجم الكرواتي اللعبة بشكل نهائي مع ريال في سن 35 أو 36 سنة. كمان موقع كورة قال أن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال الإنجليزي عنده رغبة في إدارة فريقه أنها تدخل السباق على ضم هدف برشلونة خلال الفترة اللي جاية. قالت صحيفة سبورت الأسبانية أن أوناي إيمري مدرب الأرسنال الإنجليزي أظهر رغبته في ضم أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان لصفوف الجانرز في الصيف اللي جاي. وقالت كمان أن إيمري بيعتبر رابيو دائما لاعب رئيسي في نظام لعب باريس سان جيرمان خلال فترة المدرب الأسباني في نادي العاصمة الفرنسية، ولا يزال موقف رابيو مجهول من حيث النادي اللي هينضم ليه في الانتقالات الصيفية اللي جاية بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، خصوصا وأن عقده بينتهي في الصيف. كمان موقع جول قال ان نادي ليفربول اعلن ان هو هيفقد مدافعه جو جوميز لفتره طويله بعد طول فتره اصابته واضطرار الاطباء لاخضاعه لعمليه جراحيه من اجل تسريع عمليه الشفاء من الاصابه الحاليه. قال مصدر طبي في نادي ليفربول الانجليزي ان العمليه الجراحيه مش خطيرة ولكن هتكون ضرورية في عملية الشفاء، وقال كمان ان العملية روتينية لكنها ضرورية للغاية. الجدير بالذكر ان يورجن كلوب مدرب ريتز هيواجه أزمة كبيرة في الفترة اللي جاية مع استمرار غياب جوميز وإيقاف فان دايك عن مواجهة بايرن ميونخ بدور 16 من دوري أبطال أوروبا. مشاهدينا معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل بعد كده معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل لفقرة السوشيال ميديا. هنبتدي بناصر ماهر لاعب النادي الأهلي اللي نشر صورة على تويتر وكتب كل يوم، لا مش من نصر ماهر الاول، شريف اكرامي بقى الحارس مرمى الاهلي واللي نشر صوره على تويتر وكتب حبكم ودعمكم اعظم ميراث يتمناه اي فرد. كمان نصر ماهر لاعب الاهلي نشر صوره على تويتر وكتب كل يوم ياتي بتحدي جديد وانا جاهز. عالميا نشر احمد حسن كوكا لاعب اولمبياكوس اليوناني صوره على تويتر وعلق لا يهم كم مره سقطت فيها، المهم كم مره قمت مره اخرى واكملت الطريق. مليك إيفونا كمان لاعب النادي الأهلي السابق وسانتا كلارا البرتغالي نشر صورة على تويتر وكتب أنا وأحبابي نتمنى لكم ليلة سعيدة وويك أند سعيد. كمان ديفيد دخية حارس مرمى مانشستر يونايتد نشر صورة من مباراة ليستر سيتي واللي انتهت بفوز الريد ديفلز بهدف نظيف وكتب يوم مثالي، فوز وشباك نظيفة وجماهير رائعة خارج أرضنا. كمان نشر إريك بايلي لاعب ألمان يونايتد نشر صورة على التويتر ودي طبعا كانت من المباراة وكتب مباراة صعبة ولكن عدنا بثلاث نقاط. كمان سيرخيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي نشر صورة على تويتر من مباراة الأرسنال اللي فاز فيها مانشستر سيتي 3-1 أحرزهم طبعا أغويرو وكتب أكون سعيد عندما تكون أهدافي سبب فوز الفريق وخصوصا في المباريات الكبيرة كتلك المباراة. كمان غوندوغان نشر صورة من المباراة على تويتر وكتب 3 أهداف 3 نقاط، فوز رائع للعودة للطريق الخاص بالانتصارات. كمان نشر الرحيم ستيرلينج صورة من المباراة على تويتر وكتب سعيد بصناعة هدفين، سعيد أكثر بالـ3 نقاط
والآن فلننتظر. كمان جابريل خاسس نشر صورة على تويتر وكتب: مباراة كبيرة يا شباب، مبروك أجويرو الرائع على الهاتريك. كمان نشر كاي ووكر صورة على تويتر وعلى استجابة مثالية، فخور بالوصول للمباراة رقم 250 في البريمير ليج. نشر كمان أوتوماندي صورة على تويتر وكتب: فوز كبير على أرضنا وعمل رائع من الفريق كله. نشر كمان برناردو سيلفا صورة على تويتر وكتب: أداء رائع، هناك المزيد يوم الأربعاء المقبل. كتب ليروي ساني صورة أو نشرها صورة على تويتر وكتب: أحسنتم يا شباب، مبروك أغويرو على الهاتريك. كمان سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد نشر صورة على تويتر من مباراة ألفيس واللي انتهت بفوز المرنجي 3-0 وكتب: أضفنا وما زلنا مستمرين، أمامنا أسبوع قوي، هيا بنا. برضو نشر السانسي صورة على تويتر من المباراة وكتب: عودة إلى ملعبنا، أفضل ردود فعل إيجابية وأفضل انتصار للفريق. كمان نبيل فقير لاعب ليون الفرنسي نشر صورة على الانستغرام بعد ما فازوا على باريس سان جيرمان 2-1 في الدوري الفرنسي وكتب: مبروك للفريق على هذا الفوز. نشر كمان ماوري كاردي لاعب انتر ميلان الايطالي صورة على الانستغرام بعد الخسارة من بولونيا 1-0 في الدوري الايطالي وكتب: اتقبل عن طيب خاطر الصعوبات والعقبات كخطوات هامة في طريق النجاح. اذا كنت لا تحب الفريق عندما يخسر لا تحبه عندما يفوز. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ عبد المنعم فهمي. الاهلي كيان، الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. سمير كمولة في الوقت الخاطئ. رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي. مساء الفل على حضرتك، منورنا اكيد في قناة النادي الأهلي. خير استاذ شيماء، زي حضرتك تمام؟ الحمد لله زي الفل الحمد لله. طبعا بكره في لقاء مهم للنادي الاهلي، واي لقاء للنادي الاهلي سواء مؤجلات او مباراه جديده في الجولات القادمه من الدوري المصري الممتاز اكيد هو لقاء مهم. حصد الثلاث نقاط في كل لقاء للنادي الاهلي هو الاهم في المرحله الحاليه عشان نقدر نستعيد اللقب او نحافظ على اللقب اللي بيحمله النادي الاهلي، لقب الدوري المصري الممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم نقطة الجمهور النادي الأهلي بينتظرها هي جزئية إن هو مبسوط، فرحان، سعيد بإن الفريق بدأ يستعيد توازنه، فريق بدأت تظهر آثار وملامح الصفقات الجديدة. صحيح. في إمتاع في مباريات كتيرة، مش لازم كل مباراة لها أهداف محددة وليها يعني ظروف خاصة. مش حكاية ظروف خاصة، بتكلم على جزئية ان معظم الجماهير حتى جمهور المنافسين منتظرين يشوف الاهلي بيعمل ايه. الاهلي بيقدم مباريات ممتعة، يعني احنا شفنا مباراة مصر مقاصة، مباراة في قمة في روعة وقمة في الجمال، وخلت كل الناس مبسوطة وخاصة جمهور النادي الاهلي مبسوطة بهذا الاداء الرائع. انا بقالنا كتير جدا ما شفناش النادي الاهلي بهذه الصورة الجميلة والصفقات الجديدة اللي مش كلها
اظهر امكاناته الحقيقيه، بعضها اظهر امكانياته الحقيقيه، البعض الاخر لسه بيتلمس طريقه. من امتع المباريات اللي شفتها الاهلي من فتره كبيره جدا مصر المقاصه. المباراه دي خلت جمهور النادي الاهلي بيطمع ان كل مباراه تكون مثل مصر المقاصه. حتى صحيح. الناس لما شفنا مباراه وادي دجله انتهت 2-1 وشوط وشوط، الناس زعلت ليه؟ اللي كان منتظرين من النادي الاهلي ان هو يلعب زي مصر المقاصه. لما شفنا المباراه بتاعت سيمبا التنزاني، شفنا السيمفونيه الرائعه بتاعت 5-0، قلنا ايه ده؟ لا بصي، في حاله حصلت مع النادي الاهلي، حاله جميله جدا، وحاله مخليه كل جماهير النادي الاهلي مبسوطه، مخليه المنافسين يعني قلقوا شويه من النادي الاهلي قادم وبقوه. وده راجع لعوامل كتيره جدا، منها الصفقات الجديده عامله شغل مع النادي الاهلي، وفي لعيب انا بعتبره او اتنين بس، يعني مش عايز ارتب بين الاتنين، هما الاتنين عاملين حاله غير طبيعيه، جونيور اجايي وحسين الشحات. حسين الشحات صحيح. جونيور اجايي يمكن حسين الشحات في اول ظهور ليه ما قدمش نفسه بالطريقه اللي كان الجمهور مستنيه بيها، لكن ده كان طبيعي جدا، كان اللاعب لسه جاي، كان محتاج يتاقلم، وكان اكيد عليه كمان ضغوط كبيره جدا، فكره ان انا هنزل والبس تيشيرت النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ده مستنيني بقاله فتره وعايز اوريهم انا عامل ازاي، ده في حد ذاته ممكن يؤدي لتوتر. مفيش لاعب جه في مصر انضم لاي نادي سواء اهلي وزمالك وحصل عليه ضغوط واستمر في مستواه السابق، لكن هو استطاع بحنكته، استطاع بخبرته ان هو يعني يتجاوز مرحله البدايات الاولى اللي كانت صعبه بالنسبه له. سريعا. وكمان مش سريعا بس، يعني انا بفكر بقول ايه ده؟ هو بركات رجع تاني؟ صحيح. بصي للماتش عامل ازاي؟ بصي لا، يبقى عنده ميزه مش موجوده في لعيبه كتيره، يعني هو مثلا بيلعب الكوره تجي له الكوره في منطقه الجزاء او من الناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، بيعمل حاجه كويسه جدا. بيبص يشوف افضل لاعب من الممكن ان يعطيه هو الكوره فين. يعني مش بيلعبها وخلاص، لا ده عنده ميزه ان هو بينقي اللاعب الافضل ويحطها له في المكان المناسب. لذلك هو حاليا عامل اسيستات مع الاهلي رائعه، واستتاب بشكل جمالي رائع، وعارف هو بيعمل ايه، وعينه لماحه. يعني اهم حاجه في لعيب الكوره ان يكون لماح. حسين الشحات عنده يعني سرعه بديهه عاليه، واللي مساعده من اللي مساعده في كده لياقته البدنيه عاليه ولياقته الذهنيه كمان، وده اللي عامل فارق مع النادي الاهلي. الجون زي ده يعني انا ما شفتش النادي الاهلي بيجيب اجوان بالحلاوه والجمال ده. الناس كلها شوف اللعيبه راحه لاجايي عشان تحييه لان هو رجع مره ثانيه واثبت انه راجع بقوه. نمر اثنين كمان، ده في اسيست ثاني قدامك اهوت بتاع عمرو السوليه. احنا لو قعدنا نتكلم على كل لاعب بشكل مختلف هتلاقي اللاسارتي استطاع انه يعمل حاجه افضل من حكايه الصفقات كمان، ان هو يطور اداء اللعيبه. المدير الفني صحيح. مش مهمته ان هو يلعب بالموجود بس، لا يعرف امكانات كل لاعب ويحاول يطورها. صحيح، قدر ان هو يطلع من كل لاعب يعني افضل ما عنده. بالظبط، ما هو ده دور المدير الفني الناجح الذي يستطيع ان هو يتوائم مع الامكانيات الفنيه الحاليه وفي نفس التوقيت يطور هذه الامكانيات. مش يشتغل على الموجود بس. صحيح. وده اللي شفناه في النادي الاهلي في المباريات الاخيره. شفنا عمرو السوليه بيصنع وبيجيب اهداف، يعني لا يكتفي بصناعه الاهداف ولا يكتفي كمان وكمان بيحرز اهداف. ونمره ثلاثه يعني كنت تحس ان في لمسه خوف في نص الملعب في الوسط الدفاعي. في لعيبه كمان ثانيه يعني غيرت الصوره اللي كانت متاخده عنها في الفتره الاخيره تماما، زي كريم ندفت. كريم ندفت ومحمد هاني الاثنين مع بعض. ولكن يمكن كريم ندفت في الفتره اللي فاتت، خلينا نتكلم بصراحه، بس كان بس يعني ما كانش اللاعب المفضل بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، على العكس تماما في الوقت الحالي فهو بيحظى بكل الدعم والمسانده من جمهور النادي الاهلي. على حاجه انا يمكن الناس ما تعرفهاش عن كريم ندفت، انا كلمت كريم ندفت في مره من المرات، وكلمت الكابتن حماده صدقي اللي هو كريم ندفت بيعتبره والده الروحي، لان هو كان معاه في وادي دجله وكان عامل معاه موسم كويس جدا. كريم ندفت من اللعيبه تلاقيها اللعيبه المحترمه، اللعيبه اللي دايما ما تلاقيهاش الا في الملعب ومركزه في الملعب. لكن كان بيتظلم دايما في ان هو بيلعب في اوقات مش مناسبه، ادي حاجه. ونمره اثنين ان هو بيتحط في اماكن مش بتاعته. لما اتحط في المكان بتاعه اللي هو بيجيد فيه هو مش هل حسام البدري كان بيظلم كريم ندفت بالاوقات اللي كان بيلعبوا بيها او بيشاركوا فيها او الاماكن اللي كان بيشارك فيها؟ هو كمان في حته مهمه لازم ناخد بالنا منها، ان هو جه او بدا يفوق مع فوقان الفريق او مع الفرقه نفسها بدات تفوق، بس كان ليه ادوار مؤثره جدا في المباريات اللي فاتت. وخلي بال حضرتك هو بدا يفوق بدري عن اللعيبه، يعني هو بدا يفوق بدري عن لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا اللي معاه، يعني ايام محمد يوسف لما كان ماسك محمد هاني كريم ندفت هو بدا يفوق
قبل اللعيبه، فبالتالي ظهر بهذا المستوى وكمل عليه، واكيد طبعا اشتغل معاه لاسارتي، عمل معاه شغل كويس. لعيب بقى يلعب جوكر في نص الملعب، تلاقيه في مدافع، تلاقيه تحت راس الحربه، بتلاقيه في منطقه الجزاء بيجيب اهداف. لا بصي ده شغل مدير فني، ده شغل مدير فني. يمكن ده فعلا بيرجعني سنه لورا، وكنت يعني بتابع وقتها ردود افعال الجمهور، جمهور النادي الاهلي على كريم نيدفيد، ويمكن كان وقتها كابتن حسام البدري هو المدير الفني للنادي الاهلي، كان الجمهور بيتهم حسام البدري انه متبني كريم نيدفيد هو منحاز له جدا. هو لو ابنك مش هتعمل كده. كريم حسام البدري صحيح، صحيح. وما كانش بيأدي اللاعب بنفس المستوى ده، لكن دلوقتي الموضوع يعني انت لو شفت جماهير النادي الاهلي بتتعامل ازاي دلوقتي مع كريم نيدفيد، او بتشيد ازاي بيه وبتسنده وبتظهر حبها ليه قد ايه، فالموضوع مختلف تماما. فاكيد ده بيرجع للمدير الفني اللي بيتولى المهمه. بيرجع للمدير الفني، بيرجع للاعب نفسه. ما في لاعب نفسه، في لاعب تلاقيه لا يتوائم مع الحاله اللي موجود فيها النادي او الفريق. الفريق حاليا في حاله فوقان، فبالتالي كريم نيدفيد دخل في هذه الحاله، ودخل من بدري من ايام محمد يوسف. كريم نيدفيد عنده من الامكانيات الكثيره. انا كنت كلمت بدر رجب اللي هو طبعا مطلق على الاسم، مطلق على اكثر من اسم للاعيبه كانوا طالعين في مع الاهلي طبعا. فبيقول لي ان كريم نيدفيد مظلوم، لعبه في مركزه او لعبه في المراكز اللي بيوجد فيها هتلاقيه لعيب مختلف تماما. هو مش حاطط نيدفيد ده عشان هو ده اللي حصل بالظبط. لا لعيب هايل جدا، ولعيب محترم جدا، لعيب عارف ربنا كويس، لعيب ما راحش في بيشوف لعيبه احنا تلعب في فريق كبير تلاقيه مره واحده كده يروح لاصحاب السوق مره واحده. لا هو لعيب ملتزم، عشان كده ربنا كرمه. ده بيرجع في الاخر للتربيه والباك جراوند اللي جاي منها اللاعب، ملوش علاقه. التربيه هي الاساس، ولكن في النهايه في برضه النفس نفسها احيانا بتسول البني ادم حاجات كثيره جدا. فممكن ايه تلاقيه برغم التربيه الجيده لكن برضه بيحيد عن جاده الصواب. لكن في النهايه خلينا نقول ان كريم نيدفيد احد المفاتيح اللعب الرائعه، ومعاهم عشان ما نظلمش محمد هاني لعيب طور اداؤه الدفاعي بطريقه رائعه جدا، وده برضه شغل لاسارتي، عامل شغل كويس جدا. وخلي بال حضرتك دلوقتي هو ما بقاش برضه ان هو بيعتمد على الاندفاع والطيران ناحيه اليمين فقط، لا بيعرف هو بيباص لمين وبيدي لمين. صحيح، وحتى تلاقيه اكتسب المزيد من الخبرات في الوقت بالظبط، وبقى اسيست كويس. وخلي بال حضرتك كمان لاحظ في مباراه النادي الاهلي الاخيره تلاقي الكره البرازيليه الارضيه دي يعني شغالين عليها بشكل صحيح. رائع من ناحيه اليمين عن طريق في اختلاف في شكل التمريرات ما بين لعيبه النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وبصراحه في اختلاف في كل حاجه. انا مبسوط ان انا شايف النادي الاهلي بالشكل ده، شايف الزمالك بالشكل ده، ونتمنى ان الدوري المصري يكون كله كده. ده ثراء للدوري المصري. احنا بنتكلم بس عن الدوري المصري دلوقتي مع حاله فوقان النادي الاهلي ورجوعه للمستوى الطبيعي واللي معروف عنه. بنشوف انديه بتطالب ان هي مش هتلعب الماتشات اللي ليها غير لما الاهلي يلعب ماتشاته. طب الاهلي يا جماعه بيلعب في شهر فبراير بس 8 ماتشات، 7 مباريات، 8 8 6 دوري و2 افريقيا بالظبط. طب ازاي؟ بصي هي دي يعني انا برجعها الى بعض المناوشات، شيء مناوشات دخلت فطور الجد يعني ما اعرفش. بصي انا عايز اقول لك على حاجه، انا رئيس نادي او مسؤول في اي نادي من الانديه، طالما جدول موجود لازم التزم بيه من خلال لجنه شرعيه صحيح تابعه لاتحاد كره القدم، لابد ان التزم بهذا الجدول مهما يكن من او عمر. كنت رفضت اول ما نزل مش دلوقتي كده. ما هو انت دلوقتي بتعترض ليه؟ ايه ما هو موجب الاعتراض على هذا الجدول؟ لماذا لم تعترض على هذا الجدول من بدري؟ عشان الاهلي فاق حالي. لا سيبك من حكايه الاهلي فاق ولا مش فاق، انا بتكلم على جزئيه معينه هي الالتزام باللوائح، الالتزام بما تم الاقرار من بدايه الموسم. هذا الجدول برضو لازم متاح. ايه السبب مثلا ليه افتكروا دلوقتي يعترضوا على ما هو برضه خلي بال ما هو برضه في مناوشات بين الاهلي وبيراميدز، حاجه واضحه ومعروفه العيان. مسؤولي بيراميدز بيناوشوا النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيرد على هذه المناوشات بشكل او باخر، فالامور وبيتحالف مع بيراميدز نادي الزمالك ضد النادي الاهلي. بس هم بيراميدز قال انا الزمالك ملوش طرف، مش طرف في الموضوع عشان يخرج الزمالك بالقصه دي. هم بعدوا الزمالك من القصه، لكن هم المناوشات هم اعلنوا انه في مناوشات ما بين بيراميدز وبين النادي الاهلي. المناوشات طبيعيه وموجوده ومنطقيه جدا بين ناديين، كل نادي فيهم بيطمح انه يكون افضل من الثاني. طبعا انت بتتكلم في عراقه وتاريخ، وبتكلم نادي ناشئ صاعد واعد بيعمل ماتشات كويسه، عنده لعيبه كويسين، استطاع بلغه المال انه يعمل نفسه فريق وكيان كبير. لكن النادي الاهلي بعرقته بتاريخه عامل طبعا مباريات رائعه، وطبعا ده يستفز المنافسين. انت خلي بال حضرتك الثلاثه بينافسوا على الدوري، الزمالك رقم واحد، بيراميدز رقم اثنين، رقم ثلاثه النادي الاهلي. الثلاثه هم العين عليهم، في بالنهايه هتلاقي لازم مناوشات شغاله بين الثلاثه، ومناوشات طبيعيه ومنطقيه انا اراها طالما التزمت بلغه الحوار الراقي. انما غير كده بصراحه انا هعترض اعتراض كبير جدا لو توصلت الامور او وصلت الامور لدرجه الشتائم والسب والقذف من اي حد،
انا اعترض كل اعتراض، لان هذه كره القدم لابد ان تكون هناك قواعد للمشاهدتها، قواعد لاحترام الناس اللي فيها، قواعد لاحترام اي الانسانيه فين؟ ما هو انا لازم اتكلم في الانسانيه، والسوشيال ميديا اتكلم في الانسانيه، ولا اغذي التعصب، لان احنا التعصب ده المفروض دفعنا هو ده دور كل مسؤول بالزبط. كل مسؤول في الرياضه واحد ان هو يقدم نفسه كقدوه حسنه للجمهور. يا استاذه ما ينفعش ان انا عندي صفحه عليها الاف المتابعين اخش استفز الناس مهما يكن من امر. انا ما بتكلمش على شكل معين، انا بتكلم على مسؤولين في انديه. وانا اول مره اشوف في عندنا في مصر ان النادي معين يضارب بالسوشيال ميديا، يضارب بصفحات الفيسبوك، يضارب بصفحات تويتر. هذا امر خطير جدا للغايه. واتمنى ان الناس ما تاخدش على الكلام ده الاخذ المطلوب، عشان ما تحصلش فيه مشكلات. كل نادي الازمه كلها في ارض الملعب. العب وريني مجهودك، اشوف انت اعمل ايه 11 قصاد 11. استاذ عبد المنعم، بعد اعتراض بعض الانديه على الجدول، بعد طبعا يمكن شهر من اصداره او من وصوله للجهات دي من قبل اتحاد الكوره، اتحاد الكوره عمل اجتماع. بعد الاجتماع ده قرر ان هو يجتمع. انا كنت ارفض، بصي قبل ما تكملي، انا ارفض هذا الكلام جمله وتفصيلا. لماذا هذا الاجتماع؟ مش فاهمه. هم عملوا اجتماع، وكمان بعد الاجتماع قرروا ان هم يعملوا اجتماع برؤساء الانديه ال 18. هم مالهم اصلا رؤساء دون الانديه؟ دون انحياز لطرف دون اخر. الحق هو الحق، والصحيح هو الصحيح. اين هو الصحيح؟ الصحيح طالما انا ارتضيت بهذا الجدول زي ما قلت لحضرتك، التزم بهذا الجدول بحذافيره. لو في هناك امور تمسني انا شخصيا، شايف ان انا مثلا مبارياتي هلعب في افريقيا مثلا كمثال، الزمالك هلعب في افريقيا وهيرجع من افريقيا بعد يومين فقط وهتلعب مباراه، هنا اتدخل، هنا اتكلم، لان انا عندي في مشكله. ايوه اتكلم فيما يخصك، فيما يخصك. انما لا تتحدث عن الاخرين، طالما انت ارتضيت بهذا الجدول فلا تتحدث عن الاخرين. صحيح. في النهايه انت الثاني، الزمالك الاول بنفس الجدول ده، والزمالك الثاني بنفس الجدول ده، والاهلي الثالث بنفس الجدول ده. يعني الاهلي هو المتصدر، الاهلي هو الثالث. صحيح. بالجدول ده، بالظروف دي، بالمشكلات دي، في الامور دي. فبالتالي يعني ما ينفعش، يعني انت كده انت متصدر ومعاك الثاني والاهلي الثالث، الكلام ده تقوله لما يكون الاهلي مثلا ايه رقم واحد، الزمالك مثلا رقم اثنين، او كذا، في ترتيب مختلف. انما هذا الترتيب الموجود حاليا هو دلاله واقعيه على ان الظروف كلها ضد النادي الاهلي، ضد المشكله. صحيح. دلوقتي مثلا في مشكله ما بين نادي او اثنين او ثلاثه، والنادي الاهلي ما عندوش اي مشاكل، برضو بنرجع وبنقول النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله، دي مشكله الاطراف الاخرى. لكن لو في مثلا مشكله ما بين طرف او اثنين او ثلاثه، ليه مدخلين ال 18 نادي يدخلوا يصوتوا على ايه؟ ما عشان يصوتوا، عشان يوصلوا بس. وكمان في الناحيه الثانيه، يعني مصداقا لكلامك ده، ان كل انت بتدعو اطراف الى الحضور يوم الاربعاء، وفي نفس التوقيت انت تصريحات مسؤوليك كلها ضد الغاء الدوري. طب انت جايبهم ليه؟ عشان يقولوا ايه؟ يعني تصريحات عصام فتاح عضو المجلس، حضرتك لسه قايلها، ممنوع لا الغاء للدوري. رئيس الوزير الشباب والرياضه نفسه امبارح في معرض الكتاب، لا الغاء للدوري. احمد مجاهد مع حفظ القاب، لا الغاء للدوري. صحيح. يعني كلهم بيقولوا لا الغاء الدوري، الناس دي جايه تعمل ايه؟ استاذ عبد المنعم، حضرتك تتوقع ان ممكن الدوري المصري لهذا الموسم يهدد بالالغاء؟ هو مهدد بالفعل، انما القرار نفسه هيوصل ايه الله اعلم، على حسب. لكن انا شايف الاتجاه العام اتجاه، هو اتجاه الابقاء على الدوري. خلي بالك، استثمار واموال ورعاه وملايين مدفوعه، والانديه نفسها. صحيح. الانديه، خلي بالك حضرتك، الانديه نفسها تتضرر. وبعدين وهي دي كمان يعني الفرصه الاهم بالنسبه للعيبه المصريين، لعيبه منتخب مصر، ان هم يا فندم انت عندك فعاليات كثيره جدا. صحيح. عندك فعاليات كاس الامم الافريقيه، عندك فعاليات بطوله الشباب، بطوله المنتخب الاولمبي هتلعب، اللي هي المؤهله للاولمبياد. عندك اصلا بطولات، يعني بطولات كثيره جدا. كل هذا الالغاء للدوري هيعمل مشاكل كثيره جدا، اداريه ومشاكل فنيه ومشاكل تسويقيه وماليه. ده كل ده خساره كبيره جدا. المشكله صحيح. يعني انا الغي الدوري لما الاقي الدوري لا، مفيش فراغات، مفيش مكان، مفيش اي مثلا. لكن مش بسبب مشاكل ما بين انديه، بس في حاجه لازم تتقال بصراحه، ان الدوري لوغاريتمات. يعني انا مسؤول الدوري في مجله الاهرام الرياضي، لكن انا مباراه لعب في الاسبوع ال 13، وقبلها تلعب في الاهلي، يعني مثلا الاهلي لعب مع سموحه في الاسبوع ال 15، بعدها بثلاث ايام لعب في الاسبوع ال 11، بعدها باسبوع ال 15، بعد كده في الاسبوع ال 20. طب هقول لك على حاجه، من الطرائف والغريب في الدوري المصري ان في حاجه في الدوري المصري حكم مباراتين في اسبوع واحد ومباراتين تاني في اسبوع، محمود البنا.
مباراتين في الاسبوع التاسع، مباراتين في الاسبوع العشرين. طب ده الورتم صحيح. استاذ عبد المنعم خلينا بس نروح معانا تليفون من تونس، الصحفي التونسي استاذ علي عثمان رئيس تحرير موقع فوتسكوب التونسي، هيكلمنا النهارده عن الخبر اللي جالنا من شويه اللي بيقول ان الترجي بيدعو الخطيب للمشاركه في اليوبيل الذهبي لبطل تونس. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ سيما، وتحيه ليك وتحيه للكفاءات في الاستوديو ولكل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بحضرتك، اكيد بنرحب بيك استاذ علي في قناه النادي الاهلي، وعايزين نتكلم عن هذه الدعوه اللي وصلت للنادي الاهلي بتطلب من كابتن محمود الخطيب ان هو يشارك في اليوبيل الذهبي لبطل تونس، وعن مدى العلاقات الوطيده ما بين الانديه العربيه. بالضبط بالضبط، هو الترجي الرياضي كما تعرفوا انطلقت احتفالاته بالمئوية منذ 15 يناير الشهر هذا، الشهر الجاري الشهر الماضي عفوا، انطلقت الاحتفالات وتتواصل حتى ال 14 شهر يناير من السنة المقبلة. بطبيعة الحال الترجي وجه الدعوة لعديد الشخصيات الرياضية العالمية والعربية والأفريقية، ومن بينها رئيس الأهلي المصري الكابتن محمود الخطيب اللي هو يعتبر من النجوم المصريه الكرويه ومسؤول حالي يعني على فريق كبير في حجم الاهلي. بطبيعه الحال سيكون الى جانب عديد الضيوف وعديد المسؤولين الكبار في الكره، على راسهم رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا جياني انفانتينو، رئيس الكاف احمد احمد، وعديد الشخصيات الرياضيه الاخرى التي ستكون حاضره يوم 19 فيفري الحالي. يعني سيكون حفل كبير ينظموا الترجي الرياضي التونسي. اكيد طبعا بنتمنى ان كابتن محمود الخطيب يقدر ان هو يحضر هذا الحفل او التتويج اللي هيكون ان شاء الله يوم 19 فبراير، وهو اليوبيل الذهبي لبطل تونس. بشكرك جدا استاذ علي عثمان رئيس تحرير موقع فوتسكوب التونسي على وجودك معانا في قناه النادي الاهلي. نرجع مره ثانيه يا استاذ عبد المنعم، كنا بنتكلم عن الغرائب اللي موجوده البن. في الدوري المصري بجد يعني ممتاز. تخيلي مدير حكم يحكم مباراتين في اسبوع واحد، لخبطه، وكان ما فيش غير محمود البنا. يعني محمود البنا بيحكم مباراتين في الاسبوع التاسع ويحكم مباراتين في الاسبوع العشرين، ده دليل على ان الدوري مش منتظم، الاسبوع الاسابيع مش مستقره. زي ما قلت لحضرتك مباراه تلعب في الدور في اسبوع 15، ده في مباراه في اسبوع اتلعب على 18 يوم. تخيلي حضرتك اسبوع تلعب على 18 يوم، اسبوع ايه ده؟ حاجه يعني هو بس كتر خير. طب احنا سمعنا برضو ان يعني الاتحاد كان بيفكر او طرح في اجتماعه اللي فات ان ممكن يجيب شركه هي تكون مسؤوله عن وضع جدول الدوري الممتاز او مباريات الجدول المصري الممتاز، يمكن يكون عندها حلول اخرى. مش عارف بصراحه، بس ما هو برضه هنجيب الحلول منين؟ ما هو الحلول دي هترجع لانه هيبقى في ضغط في مباراه. هل يصح مثلا ان يجي الاتحاد يقول لنادي زي نادي الاهلي او نادي الزمالك او الاسماعيلي اللي عندهم اكتر من بطوله بيشاركوا فيها يقول لهم انتوا مش مسموح لكم ان انتوا تشاركوا في اكتر من بطولتين؟ هو بصي، هل ده وارد؟ من البدايه هو يعني عشان بس نبرر، انا لست مع او ضد الحاج عامر حسين، ولكن انا ضد المنطق وضد العقل. صحيح. الرجل منذ بدايه الموسم قال في البدايه خالص ان في مشكلات هتحصل لهذا الموسم. صحيح. لوجود بطولات افريقيه مستثناء او استثنائيه هتتلعب هذا الموسم، واقترح عده حلول ولم يؤخذ بها على الاطلاق. صحيح. يعني الراجل عمل اللي عليه. قبل ما تمشي في الطريق ده في مشكله هتقابلك، واحد اثنين ثلاثه. طيب الناس خدت بهذا الكلام؟ لم تاخذ بهذا الكلام. وفضلت ماشيه لغايه ما وصلوا عند الحته اللي بحذرهم منها وقال لك لا الدوري في مشكله. طب ما الراجل قال لكم عليه من بدري. صحيح. انا بتكلم بمنطق، ما بتكلمش لست مع او ضد، لكن بتكلم على اللي انا قاريه قدامي، اللي انا شايفه. صحيح. قدامي اللي انا شايفه قدامي ان هنا ان 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 بدات بقى زي ما حضرتك قلتي المناوشات، الممازحات اللي فيها نوع من المحاوله اللعب على الاوتار النفسيه. انت بتلعب وانا بلعب والزمالك بيلعب، العب. ايه المشكله؟ طالما في وقت متاح العب، مفيش ازمه خالص. انا بالنسبه لي مفيش ازمات خالص، والدعوات الى العقد اجتماعات مع مجالس ادارات انديه وممثلي انديه بصراحه انا شايفه غير ذات جدوى، طالما او غير ذات جدوى طالما المسؤولين يقولون انه لا الغاء للدوري. طب انتوا عايزين ايه بقى؟ نفسي حد يطلع يقول لي انتوا عايزين ايه؟ عايزين تلغوا الدوري؟ الغوا الدوري، الاهلي مش خسران. صحيح. ايه المشكله؟ الاهلي مش خسران، الاهلي هيركز في افريقيا، الغوا الدوري. مين بس في حاجه انا بتكلم على الاهلي مش خسران بس ده الكره المصريه كلها. تخيل ان حضرتك، هقول لك على معلومه يمكن اول مره تعرفها، تخيل ان الميركاتو الشتوي ده اكبر ميركاتو شتوي في تاريخ الكره المصريه ب 48. صحيح. انا هقول لك بالارقام 142 لاعب، رقم مهول في
انتقالات شتويه صحيح 140 لاعب ده حقيقي. ده حتى في الارقام فلوس كام بقى حضرتك؟ فلوس كام؟ مليار جنيه. مليار جنيه يعني، بس في بعض المواقع كاتبه 3 مليار ونص، الكلام ده مش صحيح طبعا. ده نادي الاهلي لوحده عدى ال 250 مليون صحيح. وبيراميدز 400 و350 لباقي الانديه. تخيلي ميركاتو شتوي اللي بيتم فيه دعم بعض المراكز المهمه، خمس لعيبه اربع لعيبه داخليه عنده 12 لاعب جديد في انديه. بص حضرتك عالمي. بص حضرتك بتروجيت 11 لاعب، سموحه 11 لاعب، الداخليه 12 لاعب. اقل نادي ضم لعيبه هو الزمالك لاعبين فقط، هو زيزو واللاعب الثاني اللي هو خالد بوطيب صحيح. وبعد وادي دجله ثلاث لعيبه. انا بقول لك بالارقام ده يدل على ايه؟ انت دافع يعني اللعيب، الانديه نفسها اللي هي معترضه على الدوري زي حضرتك بتقولي اللي هم بيجتمعوا عايزين يلغوا الدوري. طب الاتحاد السكندري دافع ملايين الملايين في لعيبه، عايز تلغي الدوري؟ طب اللعيبه دي هتعمل بيها، تديها عقودها منين؟ صحيح. ولازم نخلينا منطقيين برضه. استاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي. شكرا لك. شكرا لك مشاهدينا، شكرا للمتابعه، واشوفكم باذن الله بعد بكره. واكيد بكره هو لقاء النادي الاهلي مع انفي على ملعب بترو سبورت الساعه 6 مساء. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا، اكيد كل مباراه ليها اهميه بالنسبه لنا، وكل ثلاث نقط احنا في حاجه ليهم عشان ان شاء الله نرجع وناخد لقب الدوري المفضل لينا والجمهور النادي الاهلي. اشوفكم ان شاء الله بعد بكره يوم الاربعاء القادم في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد على حضراتكم.